هذه فترة أواخر الشتاء والمتاجر مفتوحة، ولكن للمدينة جو خوف عام. هناك عقاب لكشف المرأة عن وجهها حتى إن كانت مجرد صورة على علبة لصبغ الشعر. شو هاي؟ ليش مشخبط عليها؟ يعني هاي انتم مبطينها يعني؟ كلها هي صارت؟ المرأة بتحب يعني انه يكون وجهها مبين وظاهر يعني، فنحن فقدنا هالشي، فقدنا الانوثة. أصبحت الرقة تحت سيطرة داعش في أواخر صيف عام 2014، ومنذ ذلك الحين تحكم المدينة بقوانين القرون الوسطى، وأسوأ الضحايا هن النساء. لا يسمح للمرأة بالخروج من المنزل وحدها، يجب أن تكون معها امرأة أخرى أو وصي. لا يسمح لهن بالعمل أو بارتياد المدرسة أو الجامعة، وقد فقدنا جميع حقوقهن. في سيارة الأجرة نسمع أغنية على الراديو تمدح الزعيم الأكبر لداعش أبو بكر البغدادي. يا مرهب الأعين أبو بكر البغدادي، يا مرهب الأعين والله 30 جلدة بتنحجز السيارة، وهي زادنا خلف النساء يتحجز. أم عمران وأم محمد كانتا تعيشان في الرقة عندما دخلها داعش، ومنذ ذلك الحين تعيشان تحت قمع المنظمة الإرهابية، وشاهدتا حالات التعذيب والقتل. أول مرة يعني إني بشوف إعدام يعني قدامي، وهي انزلت حاولت إنه يعني الفضول بيصير عند الإنسان إنه اللي يتفرج الله، حاولت إني أشوف، شفتهم حاطينه للشاب هو عسكري، شفتهم حاطين السكاكين هيك، وفي منهم صافين ولابسين أسود، هذول هن اللي بدهم يعدموه يعني شيء 4-5 بيكونوا هن، بيضربوا 4-5 رصاصات من كل واحد بيموت، بعدها بيقطعوا راسه هيك. أنا حاولت إني أطلع، ما حسنت. تحلم كل من أم عمران وأم محمد بمغادرة الرقة منذ وقت طويل، ولكنهما بقيتا لمساعدة صديقتهن على الهرب من نوع معين من الموت، فالجنس قبل الزواج يعاقب بالرجم. لأنه السبب الأول أنه ما فيها تكفي الحمل، رح يسألوها مثلا لما نتولد مين أبو لها الطفل، شو رح تقولون، فأكيد رح يرجموها. والسبب الثاني ما في حدا يعني يجهض له، يعني أطباء أو هيك شيء ما في حدا بيجهض له، لهيك اضطرينا أنه نأمن له دواء لحتى تجهض الطفل.